هذاك علاش في فقرتنا رمضان زمان اخترنا نفكروكم في خيرة ممثلينا. واليوم نحكي لكم عن الممثلة القديرة سعيدة كراي الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها. هي أصيلة ولاية جابس، تولدت في 22 ماي 1979. بدأت رحلتها في التمثيل على خشبة المسرح وين تألقت واحترفت التمثيل. انتقلت من بعد التلفزة اللي شاركت فيه عام 97 في مسلسل المتحدي، وعودت المنيار عام 2005 و2006 في نواصي وعتب والليالي البيض، وكمان جت سلامة عام 2007، وكان عندها مشاركة زادة في نجوم الليل والمتحدي. في فترة ما من مسيرتها الفنية اختارت سعيدة الكراي أنها تغادر تونس وتخوض تجربة التمثيل في بلدان متنوعة من الوطن العربي، وين شاركت في برشا أعمال درامية المخرجين من بلدان مختلفة كما مصر وسوريا. ومن أعمالها العربية نذكر سؤال ووحوش عيسى. بعد صراع مع المرض غادرتنا الممثلة الكبيرة سعيدة كراي في سن مبكرة جدا وفي تنبك العطاء متاعها، تحديدا يوم 6 نوفمبر 2016. أما تقعد ديما حية في قلوبنا بحرفيتها كفنانة وأخلاقها العالية كإنسانة. الله يرحمك يا سعيدة. الله يرحمه وينعمها. الله يرحمه. رمضان زمان.